إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى على الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات السيمو. اليوم الإخوان عندنا هذه الطحانة مولينكس 1 2 3، رغم أننا تركبوا لها فريز ما تديماري ما والو. إذا خليكم معايا، اليوم غادي نشوفوا الطريقة ديال حل هذا المشكل إن شاء الله. اذا كيف ما قلت لكم اخواني سابقا، هذا الان دو 3 ما تديماريش رغم اننا تركبوا له الفريز. اذا كل ما غادي نقوم به اخواني، غادي نحاولوا ان نحيدوا هذا الكوفر، نحيدوا الموس، يبقى لينا هنا اخواني المحرك. غادي نحاولوا اننا نحلوا واحد اربعه ديال لي فيس ممكنين هنا ونشوفوا المشكل فين كاين بالضبط يا اخوان. من بعد ما حلينا هاد لي فيس، حيدنا الكوفر، لاحظوا اخواني بان هذا هو المحرك ديال الان دو 3. ملاحظة هامة اخواني هو ان، لاحظوا معايا هاد الجزر ديال هاد الكابل، حاول ان نوضح لكم اخواني. سلام، لاحظوا معايا بان هذا الكابل هذا هو وقع فيه هنا واحد الحرقه. اذا غالبا اخواني غيكون هذا الكابل هذا هو المشكل المطروح. هذا المحرك ديال المولينكس، وهذا هادو لي سويتش، هذا السويتش ديال اليمين، وهذا اخواني السويتش ديال اليسار. على ما يظهر يعني ما نحتاجوش لاباري ميتريكس لا والو، على ما يظهر ان هذا المشكل هذا هنا كاين اخواني في هذه القطعه في الجذر ديال الكابل، هو الى انه دار الحروقيه هنا. اذا كل ما غنقوموا به اخواني هو نحاولوا اننا نجددوا هذا الكابل، نقطعوه هنا ونعاودوا نبوانتيو من جديد ونشوفوا المشكل كيفاش، واش غادي يتحل او لا مازال كاين مشكل اخر. نحاولوا نحلوا هذا الريطوار ديال بعد ما حلينا الريطوار، حاولوا اننا نفتحوا هاد البلاستيكه ونشوفوا المشكل فين كاين بالضبط. نلاحظوا نلاحظوا اخواني بان هذا الكابل هذا هو اللي وقع فيه واحد قطع، يعني مقطوع. يعني بكل بساطة غادي نحاولوا اننا نردوا الكابل للمكان ديالو ونعاودوا نصوبوا له. نربطوه من جديد. بعد ما ربطناه
غادي نحاولوا اننا ندخلوا هذا الكابل هذا من الجهة التحتانية هكذا، ونعاودوا نردوا الليس للمكان ديالو اخواني. باش ما يعاودش يتمسح. اذا لاحظوا احنا ردينا الكابل ركبناه هنا من جديد، وهذا خلاص راه مازال مزيان. اذا ما بقى لنا اخواني الا اننا نردو الكوفر باش نقومو بالجريب ديال الحانه ديالنا. نركبو بعد على الاقل واحد جوج ديال ليفيس باش ما يسحليناش الكوفر اخواني، ونقومو بتجريب الطحانة ديالنا. اذا نركبو البريز كما كتلاحظوا اخواني، الطحانه عندو تخوا رجعات كتخدم. المشكل كان هنا بالضبط في هذا الكابل هذا، كانت واحد لاكوبير. نتمنى اخواني انكم تكونوا تبعتوا معايا هذا الشرح، ونكون وصلت لكم الحل ديال المشكل خطوه بخطوه. شكرا اخواني على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.